صباح الخير، يلا نبدأ يومنا. فيق العيلة وحضري الفطور. مستعدين للفطور؟ رائع، لأنه الفطور من أهم الوجبات لجميع الأعمار وبالأخص للأطفال. بيعطي الفطور طفلك الطاقة ليبلش يومه بنشاط وحيوية، بيعزز أدائه العقلي، بيشبعه، وهيك ما بيضطر أنه ينقرش أكلات غير صحية. بيضبط مستوى السكر بالدم، بيساهم بحصوله على احتياجاته الغذائية اليومية. وغير هيك، في أحلى من أنه العيلة تبدأ يومها بهالجمعة الحلوة على فطور؟ باختيارك للفطور تأكدي أنه تكون الوجبة صحية ومنوعة، وركزي على أنه تكون غنية بالنشويات الصحية. مثلاً، فطور طفلك المثالي ممكن أنه يكون كوب من حليب النمو مع رقائق الفطور المصنوعة من الحبوب الكاملة وبيضة مسلوقة ونوع من الفواكه، أو كوب من حليب النمو وساندويش خبز أسمر مع لبنة أو جبنة وتفاحة. وأهم شيء إنكن تشجعوا وتشاركوا بوجبة الفطور. تذكري إنه تعويده على الفطور الصحي اليومي عادي رح تضل معه طول العمر.